إلى الناصرية حيث منزل الزوجية، تنقل بيرق فهد وصفات طعام المطبخ الموصلي، حيث تحول بيتها إلى مشغل دؤوب لإنتاج أكثر من أكلة جاهزة لا تتوقف عنها طلبات الزبائن على مدار اليوم. يعني بنفسي إنه ضل عندي مجمدة، كتب المجمدة. البداية كانت هواية وسرعان ما تحولت إلى مهنة وفرت لبيرق قدرا مهما من متطلبات العيش، وتبدد معها رفض زوجها لهذا المشروع بعد إقبال واسع على منتجاتها الغذائية. هوايتي أنه أظل بالمطبخ، يعني أحب المطبخ حيل، أحب الأكلات، أحب أنه أخترع يعني شيء أسوي فتشي جديد. أي فشوية واجه صعوبة، بس بعدين لا الحمد لله والشكر الناس يعني حبوا الأكل وحبوا الطبخات الموصلية، صار عليه إقبال كلش هواي. وتنشط بيرق في صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتها، فضلا عن فتح أكثر من قناة لتعليم وصفات مدينتها الأم لمتابعيها عبر حساباتها الشخصية. الأكلات اللي أشتغلها، المعجنات كاملة، الكليتشة، الكبة الموصلية الكبيرة، كبة البرغل الصغار أنا أسوي أحجام، يعني العروق، الدولمة، يعني حتى أكو أكلات جنوبية هم أشتغل، يعني يطلبوها من عندي مثلا مطبق سمك، مرق سمك، مرق السبزي، البامية تمن، يعني مندي. ورغم بساطة المشروع فكرة وتنفيذا، فإنه تطور واتسع ليشمل عددا من الشابات والشباب العاملين في الإنتاج والتسويق لمشروع يحاكي أهمية الاعتماد على الذات والثقة بالنفس قبل استثمار الهوايات. من الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في.